السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي درتو بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيت اليوم البنات شارك معكم واحد الوصفه اللي كتجي غزاله، اللي هي زوينه زعما ضد التشقق الرجلين ولا حتى اليدين، علاش لا. هي هاد الوصفه البنات راه طبيعيه، ما فيهاش شي حاجه زعما اللي مناش نخافو ولا شي حاجه. راكم عارفين الشمع طبيعي، هذا الشمع اللي كنشعلو، هاد البيض. وعندنا البنات العكار، هاد العكار انا عندي هذا دي بحال الفريزر سمحوا لي. هاد العكار هذا البنات، انا هاد الوصفه سبحان الله راه صورتها معكم البارح، ولكن وقع لي واحد هادي في التليفون ما عرفتوش علاش، زعما بحال غير كنصور شي فيديو كيسبق لي كما كنقولوا كيسبق هذا كي هو الصوره ديال الحاجه اللي درت كتبان هي الاولى، ولكن انا باقيه كنهضر مازال ما حضرت الوصفه كما هي، والوصفه كتكون سابقاني. ما عرفتش علاش التليفون كيدير معايا بحال هكذاك، والله ما نعرف زعما بحال كيلاقي بحال ما عرفتوش علاش. داكشي رجعت نشاركها معكم، انا حضرتها البارح كما قلت لكم شاركتها معكم البارح. وهاد الوصفه البنات كتجي زوينه، ها هي البنات ضد حتى اليدين فاش كنغسلو المواعن ولا كيسميتو فاش في الليل كنبغيو نعسو كندهنو رجلاتنا ونديرهم في التقاشر، وفي الصباح غير كيفيق الواحد من النعاس كيدوز غير شويه ديال الصابون. هي البنات كترطب لا اليدين ولا، وانا درت هاد العكار هاد البنات غير داك اللوين بحال وردي داكشي، وفاش كنغسلو المواعن وداكشي راه زوين. هذا البنات ما فيهش شي حاجه كما قلت لكم اللي تخافوا منها ولا تضركم ولا شي حاجه، المهم هذا هو الكريم ديالنا البنات. كيغذي البشره، هو بمكونات طبيعيه، ولكن هاد الوصفه البنات ديال الجداد الاجداد ديالنا كانت جداتي كدير هاد الوصفه هادي، غير هي ما كانش كدير فيها هاد العكار، كدير فيها غير الزيت غير زيت المائده والشمع. وعرفتو سبحان الله والله يرجعو رجلين ديالها رطبين، عرفتي الصراحه كانت كديرها كتجيها زوينه، كانت كدير الناس حتى هادي كندهنو بها رجلين ديالنا. ومع دابا راكم عارفين الواحد كيبغي يلبس سنيدلات ويلبس داكشي، المهم مع دابا الحال سخون لابد من سنيدلات وداكشي، وكنبغيو رجلاتنا يكونوا رطبين وداكشي. داكشي علاش بغيت نقدم معكم هاد الوصفه هادي. هاد الكريمة البنات غادي نحتاج فيه غير زيت المائدة البنات، ما ديروش زيت زيتون، ديرو زيت المائدة، هي كترطب البنات، هي احسن من زيت الزيتون على حساب البشرة. فهاد الوصفة هادي كتجي زيت المائدة احسن، انا كنستعملو زيت المائدة والشمع وهاد العكار البنات، ندير منه شوية باش كيجي داك اللوين وردي كيما وريت لكم. وهادشي اللي كاين البنات، خاصنا واحد الكاسرونه غادي نديرو فيها هاد الزيت، وغادي ندير فيها هاد الشمع البنات، غادي نديرها على نار مهيله البنات والعافيه تكون قليله بزاف، ونخليها حتى يذوب الشمع مع الاخر ونرجع معكم. هيا البنات بعد ما داب ديك الشمع كنديروا غير واحد قريطه ديال الشمع مع واحد نص كاس ديال زيت المائده. ها هو البنات دابت، دابا غادي نزيد شويه من هذا سمحوا لي البنات غادي ندير شويه من هذا العكار هذا لكم. الا ما كانش عندكم البنات هذا اللي على بهذا الشكل هذا، ديروا هذاك العكار الخضر اللي كنقولوا ديال 24 ساعه، ديروا هذاك كيعطي حتى واحد اللوين مزيون. المهم هذا راه غير بحال شكل الفازلين، هذا اصلا هذا العكار هذا بحال شكل الفازلين كيرطب. انا كنشري كنديروا لبنتي كنديروا حتى لعندي انا فاش كيكون هذا شفيف الواحد هكذا مشققين ولا كيتفتحوا بالبرد ولا
كنديرو. ها هو البنات خلطوا بواحد المعلقه ديال الخشب بحال هكدا، دابا البنات انا غادي هذا غادي نصبو فواحد القرعه في شي هكذا شي اناء هكذا صغير ونخليه يبرد، وبعد ما كيبرد البنات راه كيرجع بحال هذا الشكل هذا. جربوها البنات، دهنوه على رجليكم في الليل وديروا تقشرات غير رهف، مع دابا راه السهد وخلاص في البرد. راه دائما الواحد فاش كيدير التقاشر يبغي يدير التقاشر دائما، خلاص كنديروا التقاشر في البرد. دهنوا رجلاتكم وديروا التقاشر البنات، ما فيه حتى شي ماده اللي زعما تضركم ولا شي حاجه. وجربوا هاد الوصفه البنات وجاوبوني اللي عجباتو، وهذا زعما عجبات دارها وعجباتو كتبها ليا في لي كومونتير. وهذا هو البنات الفيديو ديالنا ديال هذا النهار، كنتمنى تدعموا القناه ديالي، ولا عجبكم المحتوى كنتمنى تشتركوا عندي. مرحبا بكم والف مرحبا، وشكرا لكم بزاف، وشكرا للبنات اللي كيدخلوا عندي، وشكرا لكم بزاف مره اخرى، والسلام عليكم.